طيب سؤال من جوجو، هل تؤمن بتغيير سلم للنظام اللبناني؟ وهل يملك اليسار اللبناني أدوات التغيير فكريا ولوجستيا؟ وأين هي الساحات اللبنانية من الثورات العربية؟ يعني بالنسبة للبنان، أنا شديد التشاؤم حول قدرة اليسار على اجتراح خط مستقل، لأنه يعني أنا كنت أعتقد أنه بعد اغتيال الحريري والحقبة السيء الذكر رفيق الحريري، وبعد بداية حقبة سياسية جديدة تصارعت فيها قوى مختلفة لا علاقة لها لليسار بها، كنت أتمنى أن يقوم الحزب الشيوعي بمبادرة من أجل اجتراح خط مستقل جذري يطرح الشعارات التي كانت بحد أدنى جزء من برنامج الحركة الوطنية اللبنانية التي ساهم وليد جملاط في دفنها. وعندما نقرأ وثائق ويكيليكس يعني نعرف السبب ويبطل العجب. هناك يعني حاجة ماسة من أجل أن يقود اليسار اللبناني عملية المطالبة بإسقاط النظام، يعني وأنا لا أحب شعار إسقاط النظام الطائفي، وكأنه يعني الحفاظ على جانب من النظام ولكن إسقاط جانب آخر من النظام فقط. يجب على اليسار أن يكون صريحا في معارضته الكاملة والتامة لما يسمى بإصلاحات الطائف التي بلورت وأسست لجسم سياسي طائفي جديد على أنقاض الجسم الطائفي الآخر التي قضت عليه الحرب الأهلية. إعادة تجديده عبر الطائف كانت ناجحة إلى حد بعيد، واليسار لا يجب أن ينتمي إلى هذا التجديد. ولكن لسبب ما الحزب، وحتى في العمليات المطلبية يعني لنجد أنه يقوم بطرح شعارات أو مصطلحات جديدة، كما أنه يعني نسي التراث الماركسي. يعني أنا تحدثت حتى مع الرفاق في قيادة الحزب الشيوعي عن هذا الأمر، يعني مثلا ألاحظ أنهم يرفعون دائما صور تشي جيفارا ولكنهم يأنفون عن رفع صور كارل ماركس. يعني بين كارل ماركس وتشي جيفارا أعتقد أنه الأول هو الأهم، ولكن قد يكون ذلك يعود أنه الحزب الشيوعي اللبناني يخجل من تراثه الماركسي. اوكي، في سؤال من الحكيم بيقول هو كذا شوي طويل، عن بيسألك عن قطر والمشروع الكبير مع الإخوان. سؤالتين عن حزب الله والمقاومة، ماذا سيكون خيارهم بعد أن أخطأ الحزب ولم يحصن المقاومة وطنيا؟ هل سيلجأ إلى الحرب أو إعلان دولته للحفاظ على نفسه؟ ومن برأيك من وراء تسريبات الويكيليكس؟ وليش الويكيليكس لم تأتي على ذكر إسرائيل؟ واليسار غافل عن قضايا الناس، وإلا لكان في رأس قوى التغيير، أو على الأقل كان تنبأ بالذي قد يحصل. الأحزاب اليسارية بعض قياديها أعتقد من الأنظمة. وبيسألك هل برأيك هل كان يحضر لتدخل سوري بعد الاضطرابات الأمنية في لبنان، وكمان المقدمة رفع قضية السلاح والرسائل السورية لأمريكا من عدم قبول تفريغ حمولة البريجتين والقبض على الطائرات في تركيا؟ ثانيا، شو رأيك بدور رفاق يلي سأل قبل وعم يرجع يسألني هلأ؟ بعتذر منهم بس ما رح أقدر أطرح الأسئلة لأنه معنا بس 30 دقيقة. يعني هناك عدد كبير من الأسئلة. أشكر الذي أضاف بأن هناك مجموعات من الشباب الشيوعي يرفع دائما صور ماركس ولينين ومهدي عامل، أحيي هؤلاء الشباب والشابات، ولكن يعني أقبل التصحيح. وكما قلت يعني أنتم أدرى بشعاب ما يجري مني أنا هنا، يعني ولهذا يعني أقبل التصحيح دائما منكم حول ما أقول. بالنسبة الى هلا تزاحمت الاسئله في راسي، ولا يعني هناك سؤال حول ويكيليكس انه لماذا غياب. كما قال كتب احدكم انه لا، هناك حزمه من وثائق ويكيليكس جاءت الى صحف اسرائيليه هآرس بصوره خاصه، وهي يتم نشرها يعني تباعا.
ولكن يعني أحذركم من الذهاب في نظريات مؤامرة حول الويكيليكس يقوم بها الإعلام السعودي من أجل دحض مصداقيتها، وذلك من أجل تسويغ ما جاء فيها من تآمر مع فريق السعودية حول العالم العربي وإسرائيل. ويكيليكس يعني هذه حزمة من وثائق أمريكية. أما بالنسبة بأنه لم يأتي فيها ما هو محرج لإسرائيل، هذا صحيح، وقد يعني فكرت في الأمر بداية وقد أثار ذلك شكوكي، ولكني عندما يعني درست الأمر عن كثب توصلت إلى أن عملية التصنيف الوثائقي السري في أمريكا تخضع لعملية حسابية معقدة، والوثائق المتعلقة بإسرائيل هي على مستوى أعلى من السرية من تلك الوثائق المتعلقة بلبنان وبالسنيورة وغير ذلك. كما أن وثائق الويكليكس مثلا للشرح يعني لم تأتي على ما هو محرج كثيرا للسنيورة، لأنه تصنيف السرية حول رئيس حكومة لبنان هي على درجة من السرية أعلى من تصنيف الوثائق المتعلقة بنائب مثل وليد جنبلاط. يعني هذه يعني من الضروري التوضيح حول مسألة التصنيف السري للوثائق. ومن المعلوم أن كل الوثائق الأمريكية التي سربت حول ويكيليكس هي في حزمة السري العادي وليس السري للغاية، وهذا فرق يعني فقط للشرح التقني. أما بالنسبة للتدخل السوري في لبنان، يعني لا أرى ذلك واردا أبدا. أنا أخشى على لبنان من غزو عسكري سعودي، ولكن بيني وبين نفسي قد أكون أتمنى ذلك. من منا لا يريد أن يرى صورا للجنود السعوديين وهم يهانون في شوارع وقرى لبنان؟ ليأتوا إلى لبنان يعني لنرى ماذا ستفعل بهم قوى مقاومة مرغت أنف إسرائيل بالتراب وهي قد تكون متعطشة لفعل الأمر نفسه مع قوى غزو سعودي لو أتت. ولكن أنا أستبعد ذلك لأنه آل سعود أغبياء، ولكن ليس إلى تلك الدرجة. أما مسألة ماذا سيفعل حزب الله، يعني دعوني أقول ما يلي: إن الخطأ الأكبر لحزب الله وحتى لحلفائه في سوريا وفي إيران هم أنهم على امتداد السنوات الماضية تجنبوا خوض معركة مباشرة لا هوادة فيها مع السعودية ومع مخططها في لبنان وفي المنطقة. هم كانوا يقابلون الهجمة السعودية بالود والترحاب، وحتى أن مسؤول علاقات العربية في حزب الله التقى مع دبلوماسي سعودي ومصري وغير ذلك بالرغم من شراسة الهجمة السعودية ضد المقاومة في لبنان وفي خارج لبنان. وحتى في سوريا يعني أنا ألاحظ ما يجري في الإعلام السوري بالرغم من صفاقة الإعلام السعودي حول الوضع في سوريا، فإن الإعلام الدعائي للنظام في سوريا يتجنب حتى اللحظة أي كلمة نقد موجهة ضد النظام السعودي. يتحدثون عن مؤامرة ويرفضون تحديد عنوانها. يقولون أن هناك معروف مؤامرة معروفة من من؟ منكم أنتم فلتعلنوها جهارا. أجيب عن السؤال التركي: عندما كان الشعب العربي في الصيف الماضي يهوج ويموج مناصرة لتركيا ويرفع أعلام تركية وشعارات مكتوبة باللغة التركية، هكذا عفوا أو هكذا ظننا، رأيت أن تركيا تقوم بمحاولة يعني اجتياح المنطقة عاطفيا وذلك لسد فراغ. ترى أن الأنظمة العربية متحالفة جهارا مع النظام الصهيوني وهي تحاول أن تجذب الرأي العام العربي إلى جانبها، وقد وقع كثيرين في هذا الفخ. وأنا كنت أحذر وكتبت ذلك في جريدة الأخبار بأنه يعني لا يمكن أن نثق بالنظام في تركيا، وذلك لأنه يعني لم يلغي أكثر من مئات الاتفاقيات السرية الأمنية والعسكرية بين تركيا وبين إسرائيل. كما أن تركيا كانت صريحة في عباراتها بأن المسألة الوحيدة في علاقتها مع إسرائيل تتعلق بالسفن
كما أنها تتعلق بالحصار على غزة، وكانت تقول بأنها لن تتحدث ولن تسامح ولن تغفر لإسرائيل قبل أن تفعل كذا وكذا، ولكن العلاقات تبدو أنها عادت إلى أكثر من عادية، كما أن وزير الخارجية التركي كتب مؤخرا يحاول أن يستجدي الحكومة الإسرائيلية من أجل أن تقبل وساطة تركية بينها وبين العرب. لا ثقة لدي في الحكومة التركية. أما عن دور الإخوان، الإخوان يتعاملون مع الجميع شرقا وغربا. يعني حركة الإخوان في سوريا مثلا، يعني كانت على صلة بمنظمات اليمين اللبناني الطائفي أثناء الحرب، كما أنها كانت باعتراف الملك الأردني على علاقة بالحكم الرجعي في الأردن، وهي اليوم على علاقة يعني غير سرية بآل الحريري والحكم السعودي في هذا الحلف السعودي الجهنمي مع إسرائيل. وكأنها كانت تفاوض حتى أيامها الأخيرة في اتفاقيات سرية مع عمر سليمان. لهذا هل يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بحلف جديد مستجد مع الإخوان من أجل عودتهم إلى السلطة بشروط معينة والإبقاء على اتفاقية السلام الذليلة بين مصر وإسرائيل؟ أقول نستطيع أن نتوقع ذلك تماما، لا أستبعد ذلك على الإطلاق. ثم لنتذكر أن بين الإخوان المسلمين والحكومة الأمريكية عقود من التاريخ الطويل من الحب والوئام أثناء الحرب الباردة، فلماذا نستبعد ذلك اليوم؟